المنصة الكريمة، الحضور الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. يعد محور المياه في مصر من أهم ركائز الأمن القومي المصري، وترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. ولهذا تبذل الدولة كل الجهود لتوفير الموارد المائية، إلا أن هذا وحده لا يكفي، فكان لابد أن تتكاتف الجهود للاستفادة القصوى من المياه، وتعي الدولة أهمية الترشيد. لذلك دعا المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى إطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق. على مدار أسبوع بدأ في 22 من مارس لينتهي اليوم. وفي محافظة البحر الأحمر، فقد تضافرت وتكاتفت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحت قيادة المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة الشركة مع مختلف الجهات بحملة الترشيد لتوحيد الرسائل والجهود والمفاهيم لتصل إلى كافة الفئات العمرية بنفس الدلالات لخدمة قضية الحفاظ على المياه باعتبارها قضية وطنية. وينبع ذلك أيضا من إيمان شركة مياه البحر الأحمر بالمشاركة المجتمعية ومساهمة كافة الجهات في بث الوعي المائي بين المواطنين ونشر الثقافة المائية الرامية إلى تعديل السلوك الاستهلاكي للمياه وترشيده. أرحب بكم في حفل ختام أسبوع ترشيد استهلاك المياه تحت الرعاية الكريمة للسيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والذي حرص أن يرى الحفل في رسالة مفادها أننا جميعا نقف صفا واحدا لندعم ترشيد استهلاك المياه. أولى فقرات حفلنا اليوم. مع أحلاك وأنت مع غيرك من الخطرات حبل من الماء، ومع أحلاك عندما تتجامرين وتنزلين على الأرض بردا تفهين الخرافة الصغيرة التي تتطاير مثل الفراشات في الهواء. يا كثرة الماء، يا كثرة الماء، أين أنت؟ تعالي إلينا. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. أنا الماء، أنا الماء.